وبعدين يا عين؟ بس يا فندم، وفجأة طلع قدامي، معرفش طلع لي ازاي. لا قول، معرفش السرعة الجامدة اللي كنت ماشي عليها دي قد ايه، وكمان ما عنديش فرامل كويسة في العربية. يا فندم انا اصلي كنت فرحان قوي، وعلشان كده كنت. يا فندم بعد اذن حضرتك، احنا مستعدين لتحمل كافة المصاريف لعلاج المصاب. ويتنازل مش كده؟ يا ريت يا فندم. طب ده عن المصاب، لكن حق الدولة فين؟ انت محامي وعارف الاصول كويس ولا نسيت؟ لا طبعا ما نسيتش يا فندم. على العموم يا فندم، انا بطالب بالافراج فورا عن موكلي بضمان محل اقامته. التحقيق لسه ما خلصش يا استاذ. انا اسف يا فندم. اللي كان هنا فين؟ تعيش انت. انت من نص ساعه بس. لوحة فيك يا نفسي. سيب سيب. ازاي حبيني يا لوحة؟ يا حبيبي يا ابني. ثانية يا لوحة، انت رايحة فين؟ ابني خلاص هيدخل السجن. الولد مات. انا لازم اروح اشوفه، لازم اروح اشوف ابني. بس مش هتقدري تروحيه وانت بالشكل ده. ليه؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش قلب؟ مش انت السبب اللي حصل له؟ السبب؟ ايوه انت السبب اللي حصل له. اوعى تفتكر ان انا ما خدتش بالي لما السواق قال لك لازم اصلح الفرامل، وانت تقول له لا لازم تروح 6 اكتوبر عشان تخلص الشغل، فاكر ولا ناسي؟ تفهميني فاهمة؟ ده ابني. وابني انا كمان، فاهم؟ وانت اللي دخلته السجن. ايوه عشان شغلك دخلت ابنك السجن. انت اكيد جرالك حاجة. اكيد، وهيجرالي اكتر لو ابني ما خرجش من السجن. ايه هتعملي ايه يا مدام؟ هصرخ والم عليك الناس كلها، واقول ده الراجل اللي دخل ابنه السجن بسبب اهماله. يلا بينا يلا. المصاب مات كده، الموضوع اختلف. طيب ممكن يا فندم اخلاء سبيله الحين تحديد جلسة؟ اكتب يا ابني يفرج عنه بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لحين تحديد جلسة.